السلام عليكم، انا محمد محمود، وتعرفنا في الفيديوز اللي فاتت على بانلز جوه برامج البريمير، وتعرفنا على الايفكتس، وتعرفنا بعد كده على الادجستمنت لاير، وشرحت هي ايه اهميتها، وجربنا عليها الايفكت بتاع الكروب. النهارده هنستخدم ايفكت تاني، هو مهم جدا وبنستخدمه كتير، خصوصا لو احنا معانا فوتج متصوره بحاجات مش بتاع التصوير، زي الشولدر ريج وزي الاستابلايزر. فبيطلع الشوتس عبارة عن شوتس فيها حبة اهتزازات، فاحنا بنبتدي نعالجها ببرنامج البريمير. طيب احنا دلوقتي لو جايلنا فوتج فيها اي هزة بسيطة، احنا بنقدر نعالجها عن طريق ان احنا بندخل جوه البرنامج ونفتح قائمة افكتس، وبنعمل سيرش ب وارب استابلايزر، وهو ده الافكت التاني بعد الكروب اللي احنا المفروض نكون عارفينه. فهندخل ونجيب الفوتج اللي احنا عايزين نعالج الاهتزازات بتاعتها، ونقوم ساحبينها جوه البرنامج زي ما احنا عارفين. نسحبها، دخلت جوه البرنامج، دبل كليك، ونبتدي نختار الجزئية اللي محتاجين نعمل عليها وارب استابلايزر. طيب احنا ممكن نيجي مثلا عند حاجة زي كده من أول، وليكن مثلا نيجي مثلا من عند 20 و I ونمشي. اوكي، ممكن من قبل الهزة ديت الشدة ديت نقوم واقفين كده ونقوم او ناخد الفيديو، بس مش محتاجين الصوت دلوقتي، هننزلها على التايم لاين. لما نيجي نشغل بنشوف ايه اللي بيحصل، بيبقى فيه هزة. احنا ممكن نكبر ب كنترول زد ونبتدي نشغل ونشوف الهزة ديت عن قرب شوية، عشان نبقى واخدين بالنا من الاختلاف اللي هيعمله افكت الوارب ستابلايزر. في هزة كلنا خدنا بالنا منها، خلونا نروح كده نطبق الافكت ونشوف ايه اللي هيختلف او ايه اللي هي نسيرش في وارب WERP. اوكي، استابلايزر ظهر، تمام، هو وارب استابلايزر، ناخده ونسحبه على الفوتج بتاعتنا زي ما احنا ما عارفين. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل ان هو بيعمل انالايزنج. انالايزنج ديت يعني ايه؟ يعني هو بيعمل تحليل للفيديو ويشوف ايه الحاجه اللي هو عايزني اثبت الفيديو عليها. هو كده خلص الانالايزنج. هو عامه بمده عمل انالايزنج بيتناسب طرديا مع الزمن اللي احنا بنعمل الافكت عليه. هو عمل خلاص والافكت موجود عندي اهو. خلينا كده نشغل نشوف تأثير الافكت هيبقى عامل ازاي. هو عمل ايه دلوقتي؟ هو شال الهزة، تمام. خلينا كده نشوف، خلينا نشوف الهزة بتاعتنا. اوكي، اتشال. طيب تمام، هو موضوع الوارب ستابلايزر دوت بينفع في فوتج ومش بينفع ليه؟ لان هو لما بيجي يعمل انالايزنج هو بيقدر يثبت الكادر بتاعي على اكتر من حاجه، ممكن على البرسبكتيف، ممكن على البوزيشن، ممكن على السكيل. يعني لو دخلنا هنا وضغطنا وشفنا السيتنجز بتاعت الايفكت اللي هو وارب ستابلايزر لما نزلت لي في البانل بتاعت ايفكت كنترولز، هنلاقي ان احنا عندنا الميثود يقدر يظبطها على البوزيشن، ويقدر يظبطها على البوزيشن والسكيل والروتيشن، ويقدر يظبطها على البرسبكتيف، ويقدر يظبطها بطريقته هو ان هو يشوف انهي الافضل ويقوم عامله. برضو عندنا حاجة زي السموثنس، لو بصينا عليها نلاقيها 50%، معنى كده ان هو بيطبق لي الافكت بدرجة 50%. طيب ايه المشاكل اللي بتقابلنا بعد كده؟ ان في فوتج مش بينفع عليها او بينفع عليها بشكل جزئي، بمعنى ان ممكن يثبتها بس يحصل تغيير للبرسبكتيف، فنلاقي ان الحاجة اتثبتت بس في هزة بتحصل. فده نعالجها ازاي؟ عن طريق ان احنا نقلل قيمة السموثنس. اوكي، احنا دلوقتي لو خليناها 100% هنبتدي نحس بالمشاكل ديت. انتر، هو عمل استبلاي، هو عمل انالايزنج، اسف. لما نيجي نشغل ايه اللي بيحصل؟ بدأنا نحس ان البرسبكتيف بيتغير. لما نيجي نشغل بنلاقي اللي بيحصل دلوقتي، هنلاقي ان الجزء ده بيرجع لورا والجزء ده بيطلع لقدام. طبعا مش هنحس بيها من اول مرة خالص، بس المفروض ان احنا بنعمل الحاجة تكون بيرفكت 100%. حتى صناع الفيديوهات زمايلنا ما يكونوش واخدين بالنا من تأثيرها بعد كده. انت بتخدع عين المشاهد اصلا. عملية الايديتنج او صناعة الفيديو
قائمة في الأساس على خداع الشخص اللي بيتفرج، فلازم بقدر الإمكان نحاول ما نبينش للي قدامنا إن إحنا كان عندنا مشكلة في الفوتج بتاعتنا وعملنا لها استبلايزر عن طريق البريمير. فإحنا ممكن نقلل في القيمة ونخليها مثلا 25 ونبتدي نختار القيمة اللي تظبط الفيديو بتاعنا واللي في نفس الوقت ما تبينش للي بيتفرج ان احنا عملنا الوارب استبلايزر. اوكي، احنا دلوقتي نخليه 50% زي ما كان، وعايزين ان ديت افضل قيمة ممكن نحطها له في حاجة زي كده. طبعا في حبة اديتس قدام ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو منفصل، بس عشان ما نطولش عليكم في الفيديو ده، احنا دلوقتي شرحنا جزئية الوارب ستبلايزر. هو افكت مهم جدا لازم نكون عارفينه وفاهمينه كويس علشان هنحتاجه كتير قدام في الفوتج اللي احنا بنصورها وبايدينا مثلا اثناء الحركة، او بنصورها ببرودكتس دي اي واي فهي مش بتطلع الحاجة بالكواليتي اللي احنا عايزينها.